هوية ديت العائلة الأباظية الأهلوية جدا وكل العائلات المصرية وكل الشعب المصري. ليه المهندس عدلي قال في البداية أيامك يا أهلي؟ أيام الزهو والفخر بالأهلي، أيام اللي الأهلي بيحصد فيها ثمار العمل والجد والاجتهاد والإخلاص والتركيز والتحمل والاحتمال وحاجات كتيرة والترفع طبعا والتجاوز عن الأخطاء. فيحصل إيه؟ الأهلي يحتفل بتتويجه بطلا للدوري الممتاز لكرة القدم بفارق 20 بنط عن أقرب منافسيه قابلة للزيادة للموسم الخامس على التوالي.